السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت على السفر وإن شاء الله سأدعو دعاء الاستخارة، ويجب أن تعمل ذلك في جميع أمور حياتك وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر وسفري إلى القاهرة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم إن هذا الأمر وهو سفري إلى مدينة القاهرة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي فيه الخير ثم ارضني به. رواه البخاري عن جابر مرفوعا. فأنت يا أخي دائما عندما تهم بأي أمر كبير أو صغير وكنت في تردد، فأدعو هذا الدعاء، فهذا هو دعاء الاستخارة، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه يا أحبتي. وأسألكم الدعاء بإذن الله، ولا تنسوا الاشتراك في عاشق الطبيعة.